يعني بو مشاري، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يا هلا حياك الله. الله يحييك يا ابو حيدر. يا هلا حياك الله، سالم بارك. ابو حيدر انا عندي جزئيه صغيره للحين هذه ما حلينا مشكلتها، اللي هي مشكله قلاء الاسعار بالجمعيات. اوكي. هذا قلاء الاسعار للحين بسوالف الخضره والفاكهه، يعني تخيل كرتون البرتقال بسبع دنانير ونص. اي 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 ابو مشاري تقدر تقول لي اي جمعيه؟ والله عندك جمعية الخالدية شفته بسبع دنانير و400 فلس، ما يدري سبع دنانير ونص كرتون البرتقال، قبل ناخذه احنا من شبرا بدينارين وربع. كرتون برتقال سبع دنانير؟ سبع دنانير، عندي صورته بعد مصوره. دز لي اياه. والله اجيب لك اياه بعد شوية. بعد شوية اكلمك انا بعد الهواء، ايش دعوة ليش؟ ايوه اخوان بالكنترول فعلا صدق يعني، والسعر كذي انا ما هو سعر البرتقال صدق سبع دنانير هو ولا كم كان؟ والله مصور والله السعر. ايش دعوه؟ اي والله هذا البرتقال بروحه يعني بروحه ينعصر ولا شنو موضوعه؟ شنو ترى انا قلت بارك في الناكله بكشوره هذا. اي والله سبع دنانير تاكله بكشوره صدق صدق. لا لا شيء اشيك ويا اخوان جمعيه الخالديه، معقوله يعني البرتقال؟ ما ادري والله انا اول مره اسمع صراحه، بس انا خابره دينارين وشوي ثلاثه. انا صراحه ماني مو زين في الجمعيات والاسعار مو زين، بس ما ادري يعني مو معقوله سبع دنانير، مستحيل يعني. كان محيش ربع صيب برتقال. اتواصل وياك مشاري بعد شويه ونشوف الموضوع، والاخوان في جمعيه الخالديه اذا عندكم اي تعليق. الساعه المباركه.